خلينا نروح نشوف كريم احمد مراسلنا من ملعب المباراه ومعاه كابتن سامي قمصان هيقولوا لنا ايه. سامي قمصان المدرب الافريقي للنادي الاهلي. كابتن سامي ببارك لك النهارده، زي ما اكدنا وقلنا في شغل تكتيكي وقراءه جيده جدا للمباراه، بنشوف ضغط من الثلث اللي قدام، شغل كتير بيبذل يا كابتن سامي النهارده. جيم مميز واداء مميز مع النادي الاهلي وايضا كمان نتيجه طيبه، مبروك كابتن سامي. الحمد لله، مبروك ليك ومبروك لجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي واللعيبه والجهاز. الحمد لله مباراه زي ما انت قلت مهمه جدا. ده مستر مارتن درسنا الفرقه كويس جدا، عارفين ان فرقه مميزه جدا بتلعب بتكتيك كويس، بيحضروا ما بيلعبوش كور طويله كتيره، ويمكن الحمد لله استغنينا لنا دوت في الشوط الاولاني واحرزنا هدف وكان عندنا فرص كتيره نقدر نسجل منها وناكد. الشوط الثاني بقى لعبنا بسيستم تاني، لعبنا زون ديفنس عشان نستغل السرعات اللي عندنا، وفعلا الحمد لله رمضان قدر من خلال كرة يوصل بيها وكذا كرة كان ممكن نسجل فيها اكتر يعني. لكن طبعا انت اديك شفت برضو ضربه الجزاء اللي يعني حولت الماتش، يعني اعتقد لها وهميه يعني صعبه جدا يعني. لكن يعني انا بقول دايما ودايما يعني انا مش شرط عشان ادخل فرقه الماتش ادي، لا بالعكس، هي لو صحيحه عمرنا ما هنعترض في حاجه يعني. لكن اعتقد لها صعب جدا وصعبه الماتش، لكن الحمد لله شخصيه النادي الاهلي في الاخر بالعكس حافظ على الكوره وكان عندنا نقدر نجيب فرص ثانيه يعني. والحمد لله اهم حاجه الثلاث نقاط مهمين جدا الفتره ديت مع الاداء الحمد لله بيتحسن اكتر مع رجوع اللعيبه ان شاء الله نكتمل. اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي يرجع احسن مكان ان شاء الله. باكد على بجانب الامور الفنيه والشغل اللي بيبذل من الجهاز الفني، لكن كمان في مكاسب النهارده، بنشوف عوده جيرالدو، بنشوف صلاح، بنشوف سعد سمير، كل اللعيبه دي يمكن مفتقدينها بشكل كبير يا كابتن. الحمد لله، وانا بقول لك كل ما نكتمل اكتر، كل ما الفرقه تزداد قوه اكتر، كل ما يبقى في منافسه، كل ما يبقى عندك حلول. الحمد لله دلوقتي يعني ياسر بيطلع، سعد بينزل، مفيش مشكله، جيرالدو جونيور مفيش مشكله، الحمد لله الفروق بسيط. وكل ما بيبقى طبعا في لعيبه كتيره وفي حلول كتيره ولعيبه عندها حلول فرديه ولعيبه عندها كوره، اعتقد هترجع تاني نفس اداء النادي الاهلي ونفس قوه النادي الاهلي ان شاء الله. بدون راحه الاستعداد لمباراه سيمبل في البطوله الافريقيه، يمكن ده قدر النادي الاهلي زي ما انت عارف يا كابتن سامي، مفيش راحه. خلينا نشوف المباراه ازاي وحضور كمان الجماهير بعد يمكن خلاص 12000 ان شاء الله يكونوا متواجدين في استاد برج العرب، بتشوف الجيم ازاي ومدى الاستعداد لفريق النادي الاهلي. هو الاول زي ما انت تقول ان الجمهور ده هو القوه اللي بيدي النادي الاهلي، هو ده زي ما بيقولوا حماه يعني. احنا الناس كلها وكل لعيبه مشتاقه، حتى الراجل يعني مستر مارتن بيتكلم كتير في النقطه دي، امتى الجمهور يرجع. دي نقطه مهمه جدا يعني، احنا مفتقدينهم جدا، مفتقدين دعمهم لينا. انا عارف ان هم بيدعوا لنا، لكن وجود الجمهور في الملعب عامل قوي جدا لينا وعامل قوي جدا للعيبه، وبيدي باور للفرقه وبيدي خوف للفرق الثانيه. فاعتقد ان شاء الله رجوعها ان شاء الله دينا قوه اكتر. لكن مباراه مهمه في بطوله افريقيا، ان شاء الله ناكد صدارتنا المجموعه ان شاء الله، عشان قدرنا اللي احنا بنلعب كده وقدر لعيبه النادي الاهلي كده، ان كل يعني مفيش اعذار مفيش مبررات. لكن ان شاء الله الجاي ان شاء الله افضل لينا ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. بنشكر اكيد كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان، مجهود كبير يا كابتن اسلام النهارده، الف مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله. منتظرين النادي الاهلي في اداء مميز خلال المباراه القادمه. عودي لك يا كابتن اسلام. اشكرك كريم.